باقي تكون صغيره الى منعدمه خويا، ما كاينش شي ضمين ما فيهش لا خساره باش تكون عارف. واللي قال لك هذه الهضره هذه اقسم بالله اللي تيكذب عليك، زعما اقولها واعرف جيدا ما اقول. خويا الفرق ملي كتدخل لشي بروجي يعني انت مقاول، المقاول يساوي المغامره، يعني خصك توقع الخساره كما توقع الربح. كاينه شي حاجه خويا مضمونه في الدومين ديال المقاولاتيه، بغيت ندير شي بروجي في الانترنت الا بغيت شي حاجه ما فيهاش الخساره ما كايناش، والله ما كاينه خويا والله. اي دومين فيه الخساره خويا كما فيه الربح، حيت انت ملي كتفكر انك دير ال 100 مليون وال 20 مليون وال 30 مليون راه كذلك تاخذ واحد لو ريسك باش كديرها. وهذا هو الفرق بين واحد كيكون مسير ديال واحد البروجي ولا مالك واحد المشروع وبين الناس اللي موظفين عنده. حيت هذوك الناس اللي تكونوا موظفين غالبا اما ناس يخدموا معاه باش حتى هما يجمعوا واحد راس مال ويديروا شي حاجه، يا يعني اما تيخدموا معاه باش يبقاو في الكونفور زون، يعني انت اللي كتاخذ تماره كامله وهما تعرفوا غير الصالير ديالهم ياخذوه في اخر الشهر وصافي. الوغ اخويا شي واحد الى شي واحد فيسبوك ولا تيك توك ولا تويتر ولا في ما شتي قال لك دخل معايا وراه ما كاينش الخساره، اقسم برب لك عليك كذاب وشفار ويدير لك الفلوس. وعلى ذكر تشفرت جاو عندي ناس كونسلتين تيقولوا لي راه شي ناس تيقولوا لكم تيديروا واحد 5 ثواني من الفيديو ديالي اللي هضرت فيه على الجيفت كارد وتيقولوا لكم شريو من عندنا فورماسيون ديال الجيفت كارد نصابه. هادوك نصابه باش قبل ما ندخلوا حنا قبل ما ندخلوا في قضيه الموضوع الكونتنت، حيت انا عارف ما عندهمش هذاك الكونتنت ما كاينش. انت خدام بفيديو ديالي باش تنصب على عباد الله، عاد انت ما غادي يعني نصاب ملي شاد ليا فيديو ديالي كتروج به الفورماسيون، يعني انت نصاب تنصب عليا انا بعدا في فيديو. سرغيني خويا حبيبي شحال تحسينا في الحجامه با امين. حجام شوبا خويا تتبدا من 70 درهم فما فوق، عندنا حتى 700 درهم وداكشي. داكشي ديال اليبا احسن طريقه الدفع في اي بي تي في من غير باي بال، حيت وقفات خويا باي بال اصلا كتستخدمو في بيزنس سواء ليغال سواء ايليغال سواء هاي ريسك سواء ما هاي ريسك، باي بال ماشي شي حاجه مضمونه باش تدخل فلوسك. يعني الناس اللي كيعتمدوا على باي بال كاينين شي حالات استثنائيه، ولكن شوف اكثريه السدان باش ما خدمتي في باي بال كاين السدان. شي طريقه الدفع اخويا ما نقدرش نقولها لك في اللايف، لانه حنا بلا لايف تيجيو الناس ياخذوا من عندي كونسلتين كنلقى داكشي محطوط في الجروبات قهروني الجروبات، ولكن الحمد لله حنا دائما الجديد ودائما نكتشف لي ميثود جداد. اليوم حطها في الجروب غدا تنجبدوا واحد اخرى ما عندناش الاشكال. السلام عليكم اخويا امين، واش تيك توك كيخلص على المشاهدات ديال الفيديو اللي مصاوبين بالذكاء الاصطناعي؟ والله اخويا هذا السؤال باش نجاوبك عليه خصني نكون انا اصلا كندير تيك توك، انا ضد تيك توك وما عنديش تيك توك، واي بروفيل ديالي في تيك توك كاينين ضد بروفيل طالعين في تيك توك واخدين سميتي، هذوك الناس مخليهم تترزقوا الله فقط لا غير. اما انا راه ما عنديش تيك توك. على العيب هذه واحد المره صادفوني في واحد البرنامج خليجي هي تقول قالت المقدمه في نجم التيك توك، وحق الرب نجم التيك توك هذا عندي كونت في تيك توك. خويا انا دابا كنقرا كنقلب على شي حاجه نضيباني بها. اخويا انا ما كنامنش في الدومين فزعما في الخدمه سواء ما كنامنش بشي حاجه ديباني بها، حيت هذيك اللي غديباني بها هي اللي غتسكيلي بها هي اللي غتولي بها بخير. هذا هو اللي كاين اخويا، ما كاينش شي حاجه كنديباني بها. ولا كان عندك شي مهاره ولا شي حاجه تقدر تسوقها اترافير انترنيت الله يسخر عندك مع الديزاين عندك مع الموشن جرافيك عندك بحال هذا الشيء، تقدر تخدم في دي سيت ديال الفريلانس ولا كاع ما تحتاج، لان الكونكورونس صعيبه تما. انا كنصيحه لك الا كنتي من هذا النوع هذا، سير اخويا قلب على لي بواط كومونيكاسيون اللي تيكونوا سيغ انترنيت، سير اخويا اليلو بيجز راه غادي تلقى الشركات كونتاكتي الشركات صيفط لهم الا كان عندك شي بورتفوليو ديالك صيفطها لهم وخدم معاهم. بحال اليوم دوز واحد كونسلتين نفس الحاجه يعني حتى هو تيديرها، يعني مكونتاكتا شركه اجنبيه وتيخدم معاها وراه دابا بغى يخدم معاهم سالاري ومن بعد شوف اش غادي تخلص بالعمله الصعبه اخي. هذا هو لا بغيتي ديباني خي امين. حيت الا ما عندكش اخويا شي مهاره راه ما يمكنش، راه سميتو العمل، فاي عمل كيحتاج مهاره خصك. ما عندي راس مال بغيت نديباني راه خصك شي مهاره. شنو هي المهاره اللي عندك؟ راه هي اللي ممكن تسوق. انا ننفعك اخويا في تسويق المهاره ديالك، عندك شي مهاره قول لي اخويا انا عندي هذه المهاره هذه كيفاش انت تتبان لك نسوقها سيغ انترنيت نقدر نعطيك افكار. خويا امين هل بحثت عن سيرش بيزد كونتنت؟ لا لم افعل، اذا لاحظت لم اكن متواجد طيله اكثر من اسبوع، كان هذا راجع للالتزامات. واش الاي بي تي في مازال خدام؟ واش الاي بي تي في مازال خدام؟ الاي بي تي في مازال خدام اخويا، هو ما بقاتش فيه الهضره وهذه حاجه مزيانه صراحه.
تاع اخويا واحد الوقيته كلشي ولا يهضر. دابا شوف الدومين خدام اخويا، اقول لك هذا على مسؤولياتي خدام، ولكن اخويا ما بقاتش فيه الهضره كثيره، وهذه حاجه مزيانه باش يبرد بنادم شي شويه. صافي داكشي كاع اللي دخلوه على بي تي في، لي بي تي في ما داروا والو، ها هما تكمشوا تهمط السوق، وهذه حاجه مزيانه. كيفاش نقاد اس بي ام فيسبوك محتوى حقيقي لكن الدولار قليل جدا مقارنه بالمشاهدات؟ يعني اخويا المستشهرين، لانه باش يطلع واحد الاشهار تطلع على الدا بيزد على الكونتنت اللي كتعطي، الكونتنت اللي كتعطي غالبا ما تيكونوش مهتمين به المستشهرين، داكشي علاش ما كيطلعوش لك الاشارات بزاف. ويامي الله يسهل عليك، عندي واحد المشكل ديال لو فولورز كيتزادوا يوميا، ولكن في رقم المتتبعين على الانستغرام لا. يعني اخويا هذاك السيرفيس اللي تصيفط لك لي فولور ما كان متصيفط لك، ما تصيفط لك والو، هادشي اللي بين حتى لا تصيفط لك دي فولور خصك تلقاهم في انستغرام ماشي تلقاهم في الداشبورد. شي مجال عنده مستقبل نتعلموا من هنا لقدام، الذكاء الاصطناعي. شي نصيحه خي امير الشباب، واخويا راه كتب امير راغب نصيحه للشباب، حياتنا كامله حنا تنعطيو النصائح. لا بغيت نتعلم الريزو غير بوحدي شنو ندير خويا؟ شو الطريقه الا بغيتي تتعلم الريزو بوحدك اخويا؟ اول حاجه سير لي فورماسيون ديال سي سي ان، بدا بالفورماسيون ديال سي سي ان. ثاني حاجه اخويا حاول قدر الامكان انك تبتعد على الفيرتوييل، يعني تخدم بالجي ان اس 3 باكيت تريسر، هذاك التخربيق هذاك الشيء اخويا تيعطيك غير امكانيه انك تخدم فيرتوييل. في الريال كاين بزاف د الحوايج، علاش؟ حيت انت دابا مثلا ملي كتبغي تصاوب واحد الشيما ديال الريزو في هاد لي لوجيسيال كتشد غير خط كتكليكي هنا كتجر الخط درتي هنا، اذا صافي عندنا كونيكسيون، عندنا لان، عندنا واحد الكونيكسيون لان. في ارض الواقع يقدر غير يسلك في الكابلاج ما صوتيه مزيان ما غادوش الكونيكسيون. شتي الفرق بين الواقع والفيرتوييل؟ داكشي علاش اخويا انا نصيحه ليك، نمشي نشري سير الخرده، سير الخرده. في الخرده اخويا غادي تلقى اخويا دي روتور اللي كيتباعوا 500 درهم، 300 درهم، شري هذاك الروتور، شري الكوابل، فهمتي؟ خصك البراكتيس، خصك بيديك، ما يكونش هذاك الشيء غير بالفيرتوييل. تبقى تقرا في الفيرتوييل، الفيرتوييل راه ماشي هو الريال، تلقى في الفيرتوييل كيقاد لك الطوبولوجي مقاده، ولكن اخويا في الواقع غاسلك قلت لك الا ما 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 كابليتيش مزيان يخلق لك مشكل. ف لهذا اخويا تنصحك انك تخدم بالبراكتيس، البراكتيس اخويا. خويا امين وجاوك تهديدات من وراء الفيديو تاع التريدين؟ جوني تهديدات واللي عنده اللي مزغرطات عليه مو يهددني. غادي نشوف اخويا هاد الهبه هادي ما فراسكش، نشوف انا نجي نسوي ولا ما نجي ولا صافي نمشي. تهديدات نشوف شكون اللي غادي يهددنا. قول لي هذاك الفيديو ديال التريدين اللي درت جاوك شي تهديدات؟ لا ديال 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 التريدين اللي درنا الجمعة اللي فات. لا واش كانوا تهديدات؟ ما كانوش داس داك واش صافي. لا ما كانوش اخويا التهديدات. شنو الرأي ديالك اخي امين على موقع ريد بابل؟ مزيان اخويا لا بغيتي تبدا فيه. كيفاش تخرج البروفيت في الاي كوميرس؟ سؤالك اخويا عبد الغني ما نقدرش نستوعبه، الا كان ممكن تطرحوا عليا بشي طريقة اخرى. خويا ياكي السؤال ديالك ما غاديش نقوله لانه فيه اسماء، ولكن ما عمرك حاجه اللي استفدت انا من الحياه واحد 40 سنه في عمري هي انه ما عمرك تحط راسك في مقارنه مع الاخرين. فوكس في راسك، ديها في راسك، هذه هي اللي ما عندش بزاف المغاربه. المغاربه تيديوها في الاخر وتنساو راسهم، فهمتي؟ ما عمرك تفوكسي راسك على شي واحد حيت هذاك خدام على راسو وانا خدام على راسي. انا داك التركيز، حيت راه خصك تعرف المخ، الدماغ عباره على طاقه، هذيك الطاقه اللي كنتي تستهلكها في بنادم، حاضي بنادم، خونا دار هذا، وهذا هو اللي كيتيركم في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتدخلوا في ديك الدوامه، حاضي هذا اش قال لي هذا وهذا جاوب هذا، ملي غتدخل في هذيك الدوامه ضعتيها المعلم، حيت هذيك الطاقه كامله اللي عندك غتضيعها في هذاك الشيء، ملي تبغي دير شي حاجه مخك ما بقاش قاد. فلهذا خويا ما عمرك تحط راسك مع مقارنه الاخرين، سير فوكسي على راسك، ديها في راسك، خدم على راسك، ذات سيت. حيت ما غاديش يعتق، شوف ما كاينش شي، الا بقيتي ديها في الناس هذوك الناس نهار يوقع لك شي حاجه راه ما غاديش يديوها فيك، ما غاديش يسوقوا لك، فهمتي؟ فديها في راسك وخدم على راسك اخويا. بونجور سي امين، بونجور لالا يسرى، كومون تاليفو صافا ترانكيل؟ با با جو سوي صافا ترانكيل 10 ans. ميور ايكول بور سو فورمي اون بي ام او اس في بي. اختي لا زربتي عليا.
على بين لا قريت السؤال بفرنسا عرفتها بزاف. لا اختي والله ما عرفتش شنو هاد بي ام او هادي ما عرفتها كاع. واختي انا خصك تعرفي اختي الا سمعتي تنهضر في مؤسسه شي لعيبه في التخصص مجال التخصص ديالي شي حاجه بعيده على التخصص ديالي راه ما نقدرش نجاوبك عليها. هاد بي ام او راه ما عرفتك عمري استفدت منك شي حاجه والله ليج عليك تستافد. اش بغيتي تستافد مني؟ اش غتستافد؟ ما عندك ما تستافد. الناس اللي استافدوا اخويا اللهم بارك راهما دي زانجينيور تنتلاقاو معاهم راهما ناس كيجيو عندنا دابا للبيرو ناس اللي استافدوا. انت اش غتستافد؟ انت راه ما عندك ما تستافد. انت توصل 9 الليل عاود حل دوك اللايفات فهمتيني اللي كتستافد منهم والله يسر لك. مراطا عن لامين يامال لا أكون صادقا لم أرى شيئا كهذا من قبل لم أرى لاعبا مثله من قبل جلسة تدريبية واحدة كانت كافية لتدرك أنه مختلف وأنه أحد الدوار إنه مذهل مسكينة السيد هذا شد بين سبور. المهم هضر لينا على بلوم بلوم أخوت بديت فيها صراحة ولكن هاد السيمانة أخوت ما بقي عندي خدمة كتير خدمة أخويا هي اللي كتجيب لنا ميمي. خويا امين واش عندك شي معلومات على موتاري فاكس؟ لا والله ما عرفت. عطينا اللين ديالو ندخلوا لا تكون شي مصبه ثاني. خويا عافاك واش بصح البراندين هو احسن حاجه دابا من احسن دير براند ديال اسمعي اختي شين البراند اللي خدام شي الايكوم لوكا البراند ما كنتيش تبراندي راه غير تترقع والله الا تنهضر معكم بصراحه اللي ما تيبرانديش في ايكوم لوكال راه غير تيرقع وتتشد داكشي القشه واش 10 وتبيع فيهم. ها شي جوج سيمانات هادي بلا ما نذكروا الشركه استقبلت واحد السيد مؤسس ديال واحد شركه ليفريزون معروفه في المغرب معروفه قال لي ها شوف على عظمتي لساني هكا قال لي اخويا امين خدامين مع اصحاب لي برين وما هادشي ديال ايكوم لوكال ديال ضربو هرب. قال لي راه ما تنعولوش عليهم في البيزنس ديالنا. قال لي اللي هكا قال لي اللي هاز شركتنا صحاب البراند وفعلا هما اللي غيهزوا لي الشركه لان البراندين اللي كيبيعوا البراندين اللي مبراندي. اما هادوك ديال ايكوم تلقاه تيضرب 3 شهور 4 شهور نعطيه عام عامين صافي تي فليات. هادشي كنا قلناه في 2000 فاش قلناه في 2019 اش كنت نقول لكم الاخوان تنقول لكم بداو ايكوم ولكن فكروا في البراند قلنا تنقولوها قلتها لكم قلت لكم راه عرف السوق سير استفد من السوق خد تجربه في السوق لانه ما منحقكش دير شي اخطاء ديال المبتدئين ملي تكون عندك براند يعني ما منحقكش يعني بدا عارف كيفاش تتعامل مع الكليان عارف البروسيس وديك الساعه ليفريزون راه ماشي بحال دابا راه كثروا الشركات وسهلوا عليكم بزاف الحوايج تعرف ليفريزون عارف الكونفيرماسيون كي دايره عارف المشاكل ديال الدومين مزيان دير علاقات في التجاره دير لانه هما راس مالك فهم الدومين ودير براند ديالك حيت انت ملي تدير براند ما محققش تغلط بحال امير الرغيب دابا هضرتي عليه براند الا جيتي تقول براند كلشي تعرف امير الرغيب وامير الرغيب مثلا البيرو ديالو ولا غير وحده هضرات مع شي كليان ما مزيانش غيتسمى امير الرغيب اللي ما مزيانش ماشي السيده اقول لك جيت عند الشركه رغيب ما مزيانش فهمتي فلهذا تيخصك فلهذا كاين شي اخطاء ما خصناش نديروهم لا في طريقه التواصل لا في طريقه الكوميرسيال لا في طريقه دعم العملاء لا خصك ما ديرش هاد الاخطاء. داكشي علاش الاخوان اللي بغى يبدا ايكوم لوكال انا تنقولها لكم انا قلتها في 2019 واني تنعاود نقولها لان باقا الفرصه دابا ما شوف ما كاينش سي ترو طار اللي داير ايكوم لوكال دابا وكيتفرج فيا ولا اللي كيفكر يدير ايكوم لوكال في المغرب راه الا ما فكرتيش ما كانش عندك واحد لا فيزيون ديال غنبدا نفهم البروسيس نستافد ناخذ واحد التجربه واحد 6 شهور ولا عام وندير براند ولا شوف شي متخصص اكومباني الا كاينه الفلوس راه غير تترقع اخويا حيت راه ما غاديش ما اليوم تتبيع في التقاشر غدا تتبيع في هذه بعد غدا تتبيع في هذه وتجيب داكشي ماشي لا علاقه وراك شتي الايكوم لوكال في المغرب السمعه ديالو الناس راه صافي راه عاقوا راه ولاو المؤثرين دابا حتى هما تينوض واش انت كتشوف في الفيديو حاجه كتوصلك حاجه لا علاقه فهمتيني فالناس بداو تيعيقوا الناس ولاو باغيين دي سوكس هذه هي الفرصه الناس اللي دابا بحال نتوما اللي بادين الايكوم لوكا هذه هي الفرصه ديالكم انكم ديروا سمعه في السوق لان الناس ملي غيثق في السيت ديالك راك كسبتي كليان في خضم الوساخه اللي موجوده في الكاشون ديليفري فهمتي حيت كلشي داخل الكاشون ديليفري ما داخلش بواحد لا فيزيون كاع ما عنده لا فيزيون هو تيبان لي غير شوف البرودوي ديال لي فيسبوك اد بيع للكليان ذات سيت هذه هي لا فيزيون اللي عنده راه هادشي ما خدامش نقولها لك حاول انك تكون عندك واحد لا فيزيون من هنا للقدام
وخاصك تعرف السوق فيه تحديات وكل عام كيخرجوا تحديات جداد، وخاصك تكون عارف كيفاش دير مواكبة للسوق. فلهذا اخي قضية ديال شوف فيديو ولا جوج ولا دورة حقا سير شري السلعة حقا سير دير لها فيسبوك، راه ما خدمهاش هذيك بالرجولة، راه ما خدمهاش. واش هاد التطبيق ديال سويت كوين كيربحوا من الناس اللي بصح ولا غير كذوب؟ اختي هاد الكوين ما عمرني سمعت بها. واش الريزو انفورماتيك هو السايبر سيكيورتي؟ لا، السايبر سيكيورتي واحد النيفو متقدم في الريزو انفورماتيك. خويا امين، خويا امين خدام ايكوم، ولكن ما تنخرجش البروفيتابل واخا الثمن باش كنبيع مدخل فيه كلشي. شي نصائح خويا، غادي نعطيك نصائح ولكن عامه، لانه انا ما عرفتش البرودوي، ما عرفتش بحال كتشريه، ما عرفتش بحال كتبيعه. لان اللي كنولي كنبيع برودوي وما تندخلش البروفيت، اما البرودوي اللي شاريه الثمن طالع، وبالتالي ملي كنزيد عليه الاد وكنزيد عليه الليفريزون ما يبقى لي والو. وانت راه يمكن شاري برودوي هو كيدير في السوق مثلا 40 درهم، انت كتشريه 100 درهم ولا 190 درهم، ما يمكنش فهمتيني. يقدر يكون البرودوي اللي غالي، يقدر يكون الاد الطريقه باش كتخدمه هو اللي كيطلع عليك غالي. هادو غالبا غيكون ها البرودوي الاد يا بجوج دابيهم. سامي شي برنامج نقادو فيه اللوغوات، خدم كانفا تان تان تا فوكسي على راسك وفوت عليك صحاب التداول. لا خويا لا 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 لا، واشتي وانا دابا خلطت الامور. خويا انا هنا كنقدم النصائح للناس باش ما يتصيدوش في رزقهم، حيت اخويا الى 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 فوق الى ما هضرتش في هذا الموضوع، انا عندي الدواسه ديالهم هنايا. انا عندي واحد ناصب على مليار، دي مليار ناصب على عباد الله، عندي واحد مشات ليه 111 مليون ما الدواسه عنده هنا. الله يرضى عليك، انا راه خدمتي هي نوعي الناس، باش ما يجيش واحد مجلج تيدير فيها نويزق زعما انا راه نويزق. وباقي نرجع ليهم الاخوان، راه راجع ليكم ثاني، عاوتاني نمشي نضرب قهوه ونقابل البزنس ديالي واني جاي. راني جاي ثاني قوي وخرينا وصغير الواليد، انتوا راكم راضيين. لا طيحت عليهم السوق، لا طيحت عليهم، لا دخلهم البق. اي اي سايس عندك شي عليه شي ايديا بحالاش؟ انا فاهمك ولكن ما عرفتش شنو هو السؤال. خويا امين الله يحفظك، الفيديو اللي درنا على المتداولين او على داكشي بالوثائق، بالوثائق كاينين شي ناس بداو تيقولوا لي ايطور، مالك ايطور؟ ايطور واعر، ايطور انا ما بقيتش ندوي على ايطور حيت صافي فهمتي، كثر عليا الفريف في 2017 قلت لكم ما باقيش غندوي بحال واحد خونا راه واخا تيبيكي عليا، قلت لكم ما باقيش ندوي، صافي سالينا، صافي سالينا. وبعدا هي بعدا ولات تطرد بالمغاربه كاع، المهم ما علينا. خويا امين الله يحفظك جاوبني، واش لانفوغرافي دومين زوين نبدا نربح من الفلوس؟ اي اختي كابتا سي دومين ديال الابداع، خصك تكوني مبدعة. خويا امين انا دوزت عام في التداول ولكن لقيت راسي كندور في بلاصتي، ودابا بغيت نبدا اي بي تي بي، باش نصحني واش نكمل في التداول ولا نقلبها اي بي تي بي؟ خويا انا كنامن بواحد القضيه، ملي كنبدا التجربه ديالي في واحد المجال ضربت فيه عام، هذاك عام راه ما مشاش ليا واخا ما نجحتيش، انا مشاش هذيك راه خبره فهمتي. دابا شتي انت الى رجعناك انت كملتي 12 شهر، رجعناك ليانير من شهر 12 رجعناك ليانير، انت اللي كنتي في نيان دابا تعلمتي بزاف واخا ما درتيش، ولكن تعلمتي بزاف د الحوايج. والدومين ديال التداول دومين خاصو الوقت، يعني بزاف الحوايج. انا ما غاديش نعاود ثاني نبدا ازيرو في دومين اخر، لا هذاك الدومين ما دخلتش منه نلقى مع ما تندخل. يعني انا نصيحتي ليك نخلي التداول رجع للاي بي تي في، لا ولكن الغلط اللي كيديروا الناس هو انه ما تيكونش عندهم. شوف انا نبغي نبدا التداول ملي يكون عندي سايد سايد انكم، يكون عندي سايد انكم ممكن ندير حديرو بحال الخوالجه السويده ترى حبيبه والله والله لا سهم اليوم تلقى عنده خدام شركات وعنده هذا وداخل الاسهم تيشري ويبيع في الاسهم، ماشي معتمد على الاسهم يوكلوه، المهم تيدخلوا ليه فلوس از بيزنس ممكن. ولكن اخويا دابا انا تيبقى فيا بنادم كيف فهمتي جمع 5000 درهم قال لك بغي يدخل التداول. نصيحتي لك المهم انا شوف اي بي تي بي تدخل فيه باقي فيه ما يدار، انا نقولها لك من هنا، ولكن ضربتي عام تعاود ترجع ازيرو في دومين اخر لا ما متفقش معك. بكل عجالة عندك شي فكرة على البيتكوين في المستقبل؟ بكل عجالة اقول ان سيكون ننتظر من الاسواق ان تكون جد نشيطة في الأشهر المقبلة، وأن البيتكوين ضروري أن نرى ارتفاعا له.
خي امين شي نصيحه كانوا قلت واخويا راه البيتكوين راه شي واحد تيقول لي راسو دخل البيتكوين دابا راه يرجع انت اش بغيتي تدخل في البيتكوين البيتكوين دابا صافي اللي ضربوا فيه الصرف ضربوا واللي ممكن يدخل البيتكوين دابا الناس اللي كاينه عندهم الاموال المعلم دابا دابا شوف الكريبتو اخويا القواد خصك تمشي العملات اللي هما باقين صوار اما انت بديت تولي في هذه العملات ديال دولار اش بقى يا اخويا اش بقى بغيتي تدخل كسي صاحبي صافي مشى اللي ضربوا فيه ضربوهم اللي كان البيتكوين ساوي 250 دولار 200 دولار 100 دولار اللي زاد ضرب 50000 دولار بحال هكا دولار اخويا خويا امين عافاك شنو نصيحتك اللي بغات تبدا مشروع كوزميتيك طبيعيين من الدار شنو الخطوات اللي تتبع الله يجازيك واختي اول حاجه كاين جوج الحوايج الا كنتي انت اللي غادي تصاوب البرودوي خصك لي سيرتيفيك خصك لوتوريزاسيون من لونسر هذا واحد بطبيعة الحال الا كنتي انتي بغيتي تتعاملي مع شي تعاونيه خص التعاونيه تكون تكون التعاونيه مسيرتيفيه من لونسر ايوا هادشي اللي كاين وصافي هادشي اللي كاين سينو البيع في الانترنت وهذا راه كاسون ديليفري راه خصك تمشي تقراي عليه لانه واحد البروسيس خصك تقراي دابا اختي احسن حاجه اختي الروزز في الكوزميتيك هو البراند خصك تبراندي وفوالا هذا هو احسن حاجه حيت الناس ما تيتي دابا انا بيني وبينك اختي دابا انت يا كبنت ها هما تيشوفونا البنات تهضروا على الكوزميتيك دابا انا شريت هذا البرودوي انا من مجهول بغيت نشدو نديرو لوجهي فهمتي يعني البنات تيخافوا على وجههم هذا راه وجههم اللي عطاهم الله فهمتي راه ما يمكنش تطلع في وجهي فهي خاصها تطيق في هذيك السيده اللي غتشري من عندها داك البرودكت علاش دوك لي الانفلونسورات ولاو تلاحوا الدومين ديال هذا الشيء حيت تطيق فهمتي تطيق في هذا الانفلونسور فهي دابا ملي غتشري هذاك البرودوي فهمتي غتطيق ديرو في وجهها انا غدير ليا غير اشهر لهذا البرودوي ما بزاف الناس ما يثقوش لانه هاد الامور شويه حساسه خويا امين انا واش قناه يوتيوب متخصصه في الجيمرز مازال فيها ما يدار واش تكون بالعربيه ولا بالدارجه خويا الجيمين 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 كدومين زوين مدير لي الربح بشتى الطرق كاين بزاف الطرق باش تدخل تدخل من يوتيوب تدخل من الكوبيراسيون الكوربوريشنز اللي كدير من لي زانفيتاسيون اللي كيعيطوا الى غير ذلك المهم علينا غير هو اخويا واش نهضر بالعربيه ولا بالدارجه هذا السؤال العربيه صعيبه علاش لانه اخويا انت ملي كتكون تتقيمي سو عندك فيلينغز دوك الفيلينغز كترجمهم باللغه العربيه تقدر تحس براسك ما مرتاحش انه يذهب انه يذهب فهمتي يا تحس براسك انت تبدا تضحك على راسك ما تكونش مرتاح داكش علاش ولكن العربيه تتيح لك السوق الخليجيه انا اليوم وانا نهضر على راسي باللغه العربيه لانه ما كنتش نهضر باللغه العربيه واللغه العربيه يمكن بديت فيها 2009 يمكن 2000 كان 2011 ولا 2010 فاش وليت نهضر بالعربيه ملي وليت نهضر بالعربيه وصراحه العربيه انا تفرضات عليا لانه ولاو تيتابعوني الشرق الاوسط بداو تيتابعوني الخوال جاوا بداو تيتابعوني المصريين واللبنانيين ولاو تيفرضوا عليا انني نهضر باللغه العربيه نكون ديميرديت انا في الاول باش نهضر بالعربيه ولكن انا الكونتنت ديالي ماشي هو الكونتنت ديالك لانني نهضر بالتقنيه سواء نقدر انني نسجل حلقه مرتاح نهضر مرتاح ما عنديش اشكال ولكن فتحت ليا ابواب الخير ملي تم التكريم ديالي من طرف سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم راه وليت ما بقيتش كنتعامل ليك مع سامسونج ديال المغرب ولا كانون ديال المغرب وليت كنهضر غير مع الهيد كوارتر كاين كلهم في دبي وليت راك تشوف دابا حاليا راه كندوز في الجزيره كندوز في سي ان ان كندوز في هذا وكندوز لايف وكنهضر باللغه العربيه باش تدوز في هاد القنوات ديال الاشاره هاد القنوات باش تدوز فيهم لايف راه ما ساهلش ما تيجيبوش نامبورتوكي حيت هما راه قنوات راه الجزيره ما غاتجيبش لك واحد يعني في اللايف يتستريسي يبدا يرجع يعني خصك تكون عندك واحد الكاريزما فاللغه العربيه تحت لي هذه المساله هذه باش تعرف في الوطن العربي ولكن الدارجه ملي رجعت نهضر بالدارجه مابقاش عندي داك الجمهور فهمتيني ولكن هذا كان اختيار شخصي حيت صافي الله يجعل البركه انا نعاونوا اولاد البلاد وصافي وكل بقيت نهضر باللغه العربيه ثاني في هذا الضيف هذا الشيء الانترنت العمل على راني غير كل لقيت اخوك ثاني ولكن الله يجعل البركه صافي هذا هو المزايا تهضر باللغه العربيه وبالدارجه الدارجه غتشاري مع خوتك هادشي اللي كاين وغتشبع سبان مع راسك بالنسبه والله حتى والله حتى عجبني هادشي مرحبا بك اخويا ويامين الله يحفظك ما كاينش شي بايمنت جيت وين نخدموا الله يرحم لكم الاخوان الله يرحم لكم وراه هادي هضره منطقيه راه ماشي تنزفط عليك خويا الا عطيتك انا بيمنت جيت وين في اللايف دابا انا شرحت لك عطيتك بيمنت جيت وين ياك اقسم بالله ما تدوزش 15 يوم تتسد علاش
حيت شحال بيمنت جيت وي كليكات من هاد البيرو تضربوا بها الدراري شهر ولا هذا بطاحت حتى تيوليو جيتي تقول لي سمعت بها انت فين سمعتي بها اخويا راه قالوا راه كيجيو للبيرو هنا ويغدو ويحطوا لي في الجروبات قاروني ولكن الحمد لله فوق ربي عطانا شويه القوه حنا ما طلبناهاش دغيا تنجيبوا شي حاجه جديده شي مراجعه الله يحفظك اكسيا فاهم يا اخويا المواقع المغربيه تشجيع المنتوج المغربي نجاوبك اخويا داك السيد الاخر انت الله عليه في اكسيا فاهم يلا حنا بالما يطلعش الوغ سي الدين شكرا انا تعجبوني الدراري اللي تيديروا ريبلي للدراري وتيجاوبوا حتى هما تيعاونوني والله الا تبارك الله عليكم شكرا بزاف الناس تيعاونوا سبيل الله الله يحفظكم ليا اللي عنده لي سبريت بارطاج عنده ولي سبريت بارطاج ثاني واحد النصيحه نصيحه لي سبريت بارطاج خليك انسان تي بارطاجي ما سوقش غير بارطاجي شوف كاينه الكارما اخويا قد ما كتعطي في المعلومات اللي عندك في مخك داكشي باش الكور واعري ما تيخبي عليك والو اللي كاينه تيقول ولكن ها كونسيبت وير كونسيبت هاد الكارما كنت هضرت مع واحد ملي كنت في اندونيسيا هما المهم الديانه ديالهم هما تيامنوا بالكارما هما دابا مثلا تيقول لك حنا ما نقدروش نديروا حاجه خايبه لشي واحد ولا شفار داكشي علاش الطو ديال الجريمه عندهم نازل ديك بال قال لك لانه حنا تنامنوا في المعتقدات ديالنا درنا خيب لشي واحد غيوقع لينا الخيب واش تي في البارطاج وهادشي راه والله الا بصح تنهضر معكم قد ما تبارطاجي مع الناس داكشي اللي في راسك قد ما الله تيسهل عليك وكيجيوك معلومات جديده بحق الله الوغ السيت ديال الكوزميتيك هذا ياك زوين ناضي سيت وير والالوان اللي لعبتي عليهم كنتي ذكي الالوان اللي لعبتي عليهم كنتي ذكي ناضي سيت رائع غير واد شي بان ليا ماشي ديال المغرب هادشي بغيتي تبيع على برا بان ليا ناضي سيت ناضي انا بعدي ما نقول لا شيء يقال ووردبريس اير بي ان بي في بالي خدام اخويا خويا امين شنو بان لك في عملات بلوم انا باقي تنقرا عليها خونا راه وقفنا غير واحد الصويمينه وراك شفتوني راه ما كنتش كندير لها على خويا امين انا خدام في الديجيتال وكنخلص باللايت كوين واش قانوني في المغرب شوف اخويا المغرب كقانونيا تيقول لك العملات الرقميه هضرت مع واحد السيد بلا ما نهضروا على البوزيسيون ديالو خدام في المحكمه التجاريه وهضرنا على هذه القضيه راه قال لك غير قانوني كنا هضرنا على هذه المساله غير قانونيا المال غير قانوني مالخ بقيت تجحد معاه ولكن زمتني خويا امين اش بان لك في الله خويا امين اش بان لك في الافيليت ماركتين الى جانب الدراسه في السونتر اياه الافيليت ماركتين سي دومين زوين ولكن الا بغيتي تدخل للافيليت ماركتين اخويا ضبط ليا هاد الحويجات اللي غنقول لك ضبط ليا الكوبي رايتين ضبط ليا الميديا باين والله يسهل عليك اخويا خويا امين شريت دومين نيم على حساب الجيفت كارد قريب تيكسبيرا حط لينا في اقرب وقت واخويا احنا راه تنتقاتلوا والله راه نقول لكم دابا الكونسلتين علاش ما بديتوش في الجيفت كارد لسبب بسيط اشناهو هذا السبب هو ملي بديت في الاي راه هادشي راه ما داروا لا فورماسيون ولا حيت ملي بديت في الاي بي تي في الاخوان راه ما كديتش حيت انا ما درتش فورماسيون انا درت كونسلتين يعني وان تو وان تنهضر مع بنادم هكا تشرح ليه والعربي الفيلم ولكن المهم ما عليه فانا الا مشيت درت الجيفت كارد في الظروف هذه انا عندي خدمه خوتي انا عندي خدمه عندي شوف انا راه ما نقابلش هذا الفيسبوك وهذا راه ماشي هذه هي خدمتي انا كانت خدمتي واحد الوقت دابا هادشي كنطلع في هادشي غير باش حبا احنا تنهضروا لي بارطاجوا فقط اما خويا داكشي اللي غادي نعول عليه نضرب به خبيزه ونضرب ندمر دي فيه حيت حنا خويا ما تنبيعوش الوان حنا خويا تنضربوا عليها تمار فهمتيني هذيك تمار اللي تنضرب ما يمكنش ليا نخليها ونبدا خصك تجي من الصباح ما تنتفك مني هنا حتى الربعه حتى العشيه الربعه ونص اش باقي من اداره مع الربعه ونص اش باقي من خدمه مع الربعه ونص واش فهمتيني هذا هو السبب وما قادرش نبدا حتى الدراري اللي بادين معايا الاي بي تي في كلشي تيقول لي في الكونسيو عافاك اخويا بدا معنا واه حنا قدام معاك وحنا وتيحرجوني ما نقدرش نسرب شي معلومه حيت غنسرب غنلقى راسي ثاني بداو تيطبطوا عليا في الانستغرام وداكشي
يا هادشي اللي كاين اخويا. وليك في هادوك البوتات ديال تيليجرام اخويا، ماش غادي نقول لك، ما متحمش فوالا، ما متحمش كجواب مول مليح باح وراه حسي امين. هادشي اللي كاين اخويا، راجع ليا اخويا نستر مبسي. المهم كاين واحد اللعيبه فكرتيني، ما انت ذكرتي الاي بي تي، كاين واحد لا ميثود في الاد في فيسبوك ديال الاي بي تي، وتقدر تبدا بيجي قليل، وما كاينش داك الفرع اللي كنا دوينا على فيسبوك. تنقول لكم لا فيسبوك ما ديروش هذا الفرع، وبزاف الناس بداو تيجيو غير الميساجات بلا فايده. كاين واحد لا ميثود، كاين واحد لا ميثود راه بديت نخدمها مع الدراري، ما تحتاجش بيجي طالع حيت جوجل ادور راه وليتي تحلم على مني، وبداو تيبانوا لنا دي ريزولطا مع الدراري، بداو تيبانوا لي صراحه. سيت ديالك ناضي يا المعلم، صافي سير توكل على الله لونسي. سيت لي العطور والتجميل واش خدامه هنا في المغرب؟ العطور والتجميل، العطور اخويا خدامه في المغرب، خدام اخويا محمد الدومين خدام. تنعرف انا الناس اللي ملونسين بيزنس ديال هادشي في الانترنت وخدامين في المغرب. السلام عليكم خويا امين، كنتي قلت لنا كاينه شي طريقه كيفاش تشدوا القنوات يوتيوب؟ ايا اخويا كنت شرحتها وكنت قلتها، بداو تيجيوني الكونسلتين فيها، زمتونا وزمتوكم. انا كنت والله تكتب ندي راه حلقه، اقسم بالله تدور ليا بنادم لا عطيني لا ميثود، فهمتي؟ راه انا لا تعطيت شي ميثود هنا ما يمكنش نحطها هنا حيت غينوضوا ليا اللي هذا هو اللي كاين اخويا. خويا هضرنا على البرمجه. البرمجه هي عباره عن لغه، لغه مثل اي لغه، كتهضر الاسبانيه كتهضر الالمانيه كنهضر الانجلي. البرمجه كذلك كاينين لغات برمجيه، كاينه الفرون، كاين البي اش بي، كاين البيتون، كاين فانا ملي كنبغي نهضر واحد اللغه مثلا الالمانيه، عندي واحد الهدف، بغيت نمشي للالمان نقرا، بغيت نمشي هذا. اذا تنحدد الهدف ديالي في اللغه البرمجيه، بغيت نقرا خويا البيتون. علاش بغيت نقرا البيتون؟ حيت بغيت مثلا ندخل بها الذكاء الاصطناعي، بغيت ندير هادي مزيان. اذا انا اللغه اللي هادشي اللي بغيت ندير، اللغه اللي خصني نحبك هي البيتون. تنمشي نقرا البيتون باش كنصاوب دي بروغرام اولا تنصاوب ديسكريبت اللي كنقدر نخدم بهم. هذا هي البرمجه يا تنفهموك اخويا امين. الله يحفظك لي اخويا حسام، الله يستر عليك، والله يخلي لك الكرش اللي ولدتك، الله يخليك. الا بغيت نبدا في الديجيتال برودكت، الخطوات اللي نبدا بها خطوه بخطوه. في الديجيتال برودكت الا بغيتي تبدايه، الخطوه ديالو مثل الخطوه ديال اي دومين في الانترنت. وانا عاد نقولها في اللايف، تيجيني بنادم في الكونسلتين تيقول لي بغيت نبدا دومين، وتينعاود لي هاد الهضره في اللايف، حيت هاد الشيء اللي تنقول لكم في اللايف هو اللي غنقولو لشي واحد غادي يجي يخدمك معايا كونسلت. اي دومين الاخوان كيما بغيتي تدخل ليه، بغيتي تدخل ديجيتال، بغيتي تدخل اخويا الكاشون ديليفري، بغيتي دير دروب شيبينغ، واي دومين يطيح ليك في بالك والله الا يسمعني وتبعني انا راه هبيت لندوي. اسمع، اي دومين بغيتي تدخل ليه وراه اكثريتكم داخلين لي دومين والله ما قارين هادشي ولا دايرينو، اقسم بالله. داكشي علاش كلشي واحد اي دومين بغيتي تدخل، تعتمد على هاد اللعيبات اللي غنقول لك، وخدمهم ان شاء الله وركز فيهم. وها وجهي انا اللي ما طفرتيش شي، اذا ركزتي على هاد اللعيبات اللي غادي نعطيك تبدا اي دومين طاح لك في بالك تبدا. ركز على هاد اللعيبات، ها وجهي الا ما درتيش شي حاجه، ها وجهي. ها البيرو ديالي كاين في مراكش شارع الفاسي، اجي عندي هنا بزق عليا الا ما نجحتيش، انا نعطيك السكري يا المعلم. والسكري السكري ما هو ما سكريش، بنادم الله يهدي، ما عرف ما يعطيك هو باش يزني. واسمع، اول حاجه دراسه السوق، ليتود دو مارشي، ايتود دو مارشي، خصك تعرف دير دراسه السوق. اش هي دراسه السوق؟ الله يرحم الوالدين، وغنشرح هادشي وغنسالي اللايف، انا وقيت بعيني الخدمه. اسمع، دراسه السوق، اسمعني اش نقول. دراسه السوق شنو هي دراسه السوق؟ انت اخويا بغيتي دير دروب شيبين، بغيتي دير الكاشون ديال، خصك دراسه السوق. اش هي دراسه السوق؟ خاص مثلا نعطيو مثال تسبيقي باش ندوزو لحاجه اخرى. انت اخويا بغيتي دير دروب شيبين، بغيتي النيش، ياك تضلوا تسولونا على النيش، بغيت نبيع شي حاجه، عطينا النيش، خصني نخدم بسبايتول، هذيك التول اللي غتخدم بها مليار واحد خدام بها، داكشي اللي بالك داك البرودوي 20000 واحد خدام فيه. اذا انا كيفاش غنجبد هاد النيش؟ منين غنجبدها؟ انت اللي كتسولني على النيش، اللي كتسنى شي واحد يعطيك النيش، منين كتجبدها؟ كتجبدها من دراسه السوق. انا مثلا غادي نقولوا مثلا في السوق الامريكي، نعم نعطي هذا المثال حيت مثال ساهل ودغيا تيتفهم. انت
راه انا بغيت نطيح على هاد النيش اللي بغيت نبيع في امريكا، ماشي بغيت نشوف بعدا الفئه العمريه اللي كاينه في امريكا، نشوف بعدا الفئات العمريه شنو هي الفئه العمريه. انا مثلا غنلقها مثلا الجو ديالنا بخبط نعطي مثال بسيط باش ندوز حيت الدراسه السوق فيها بزاف د الحوايج. غادي نلقى مثلا الفئه العمريه هي ما بين مثلا اللي كاينه في امريكا بزاف هي ما بين مثلا 18 عام حتى 25 سنه. هاد الفئه العمريه شنو هما لي زانتيغي ديالهم باش يهتموا الشباب الامريكي شنو هما الحوايج اللي عزازين عليهم. هاد الشباب الامريكي سيدي عزيز عليه الفيديو جيمز، يعزيز عليه الفيديو جيمز، عزيز عليه الفيديو جيمز. هو مجال راه عطى الله ما تبيع لهم فيديو جيمز. واخ اش يقصروا؟ تيقصروا في كونسول بزاف ولا تيقصروا في بيسي بزاف؟ تيقصروا في كونسول بزاف. البلاي ستيشن ابوهم كارطوني كارطوني تما. عطى الله ديزاكسيسوار البيس برينتون دومان تخدم فيه، دير لي كاركتر قلب على لي كاركتر. مثلا تيلعبوا كال اوف ديوتي عزيز عليهم كال اوف ديوتي، انا بغيت نجيب بيس عندهم مزيان بغيت نقلب على ديزاكسيسوار ديال البيس وبغيت نتيسيو. هو نيش جبتها. وملي تتهضروا على الاب كيفاش ندير الاب، راه الاب اللي بغيتي دير في فيسبوك وكل راه بيز على دراسه السوق، بيز على دراسه السوق. فين جبت كال اوف ديوتي حيت عزيز عليا انا نقصر فيها على دراسه السوق، فهمتي؟ كونتات بيس بلس ما بداو يجبدوا في لينيش. الله يرضي عليك الناس ديال الديجيتال، الناس ديال الديجيتال. بغيت نبيع لهم بيس بلس. عطى الله شوف صافي تعرف تحدد المجال. راه ما عطى الله ما يدير، ما باقيش تحاشيها لشي واحد. ارى لي النيش تجبد النيش. ما علينا، هذيك دراسه السوق اللي غدير راه هي على شي تباصه جوجل جوجل ارتس وفيسبوك ارتس، وانا نشرحوا على هذيك النقطه. دابا المعلم احنا لقينا البرودوي، ايوا مزيان، ولا هي حيت لقيت البرودوي صافي تبيع؟ لا، سير لدومين اخر قرا عليه، سير دخل لدومين اخر قرا عليه. اشنو هو؟ هو الكوبي رايتينغ. اشنو هو؟ هو فن الاقناع. علاه لو ميساج؟ دابا انا الا بغيت نهضر مع الفئه العمريه ديال 18 25 سنه، واش نفس الطريقه غادي نهضر بها مع 40 50 سنه؟ ماشي نفس الطريقه. هذاك اللي من 18 25 سنه غيقتنع ليا بواحد الاسلوب في الهضره، طريقه باش غنقنعو ماشي هي الطريقه اللي غادي. هذاك يقدر داك الميساج اللي غنعطي لهذا ما غايفهموش ليك مولات 50 عام، فهمتي؟ ما غايفهمش هاد الهضره، ما غايفهمهاش. اذا انت واخا عندك برودوي مزيان ما عرفتيش توصل الميساج مزيان، والميساج يقدر يكون تيكست صوره فيديو، يعني الطريقه باش غادي نهضر مع هذاك الكليان مزيان. دابا انت المعلم وليتي كتعرف دير دراسه السوق، وليتي كتعرف تكتب ميساج قوي، يعني ميساج تيخلي بنادم يكون عنده واحد يدير واحد الكونفرشن، يا في الافيليات ماركتينغ يمشي يتسجل لك في هذا الطرب كوميسيون، يا دير تبيع ليه برودوي ديالك، يا دير دروب شيب، يا اللي بغيتي دير. واشتو هادشي راه كله تيتلاقي في هاد اللعيبات. واخا سيدي انت تعرف دير دراسه، انت سيدي تعرف تكتب ميساج قوي، خاصك تعرف الميساج ديالك توصلو. سير قرا على الميديا باين، سير قرا على جوجل ادز، قرا على فيسبوك ادز، او ماشي نمشي نقرا على داك الشيء في يوتيوب، او لا كما يصطلح عليه الكثير من يوتيوب. تمشيش ليوتيوب، يوتيوب تعطيك لي استراتيجي، هذوك تيشرحوا لك دي استراتيجي، وهذوك لي استراتيجي اخويا ماشي محتاجهمش انت، انت محتاج تقرا على لي تول. محتاج كيفاش يعني اخويا؟ بحال هذاك اللي سميتو في يوتيوب تيجي تيحط لك طوموبيله تيقول لك شوف اليوم غادي نهضروا على المرسيدس، المرسيدس الا سخن فيها داك الموتور، داك الموتور تحيد هذيك اللعيبه تما وبدلها بهادي، صافي انت حليتي المشكل. واش انت احترفتي المرسيدس وليتي كتعرف تصاوب المرسيدس؟ لا، انت تعرف حاجه في المرسيدس؟ لا، خاصني نمشي نقرا على المرسيدس، نعرف الميكانيك كيفاش كيخدم الميكانيك باش اي مشكل يوقع نمشي نقادو الراس. اذا انت ملي غادي تقرا، وسير اخويا راه السوق راه طنجو، نعاودوهم ثاني. سير اخرى اخويا على سير سكيل شوب، راه جوجل دايره لك اكاديميه، واش باقي بغيتي؟ جوجل جوجل دايره لك اكاديميه، فيسبوك دايره لك اكاديميه، دخل تعلم. هنا وليدي وليت نقرا على المرسيدس، دوك اللعيبات ديال كليكي هنا واختار هادي واختار لودونس هادي، هذاك الشيء فين تجبدوه؟ كتجيبو من دراسه السوق، حيت انت درتي دراسه السوق، عرفتي الفئه المستهدفه ديالك هي 18 25 سنه، راه غنمشي انا في البارامتر ديال الاد غندير 18 25 سنه، ما غنتسناش واحد يقول لي دير 30 40 سنه، راه ما يمكنش كلشي غنديرو فيه 30 40 سنه، واش فهمتيني يا اخي؟ لقيت اخويا انا غير الرجال اللي بغيتهم في هذيك النيش،
لقيت انا في دراسه السوق الرجال هما اللي تيتقداو هذيك اللعيبه، علاش غنختار العيالات؟ غندير الرجال الذكور. واش مفاهمين الاخواني؟ او في الاخر اخويا سير قرا ليا على الوورد بريس بعدا، صاوب لاندين بيج، صاوب سيت اي كوميرس. ايوا بالله عليك وهاد عباد الله اللي كيتفرجوا فيا اللي بداو هاد الشيء اللي تنشرح من دابا لدابا، واش هاد الشيء ما كافيش تبدا في اي مجال؟ اعطيني شي مجال ما فيهش هاد الشيء اللي قلت لك من غير ما بعدوا لي على التداول، هاد الشيء اللي بيعوا الشراء برينتون، واش ما فيهش هاد الشيء؟ يعني انت دابا ملي غتضبط هاد الشيء وانت وقنتك انت اش بان لك الدومين اللي عجبك؟ عجبك برينتون دومين؟ سير اخويا في برينتون دومين. عجبني اخويا ندير دروب شيب، الله يسخر لك اخويا. واخا اخويا راه تبيع ما لا تملك، حاول دير دروب شيبين حلال ولا سميت دروب شيبين ولا درتها مقدر. سير اخويا دير كاشون ديليفري، شوف انت اش بغيتي دير. ايوا اخويا ضبطي هاد الشيء وما درتي والو. هذا اللي يلا الاخوان تبارك الله عليكم، الله يسر لكم، نشوفكم ان شاء الله في شي لايف جديد. الله يعافيك.